6 باور 75 راح احتاج 6 تايرز و 3 فيس سبلاي. خلينا اول شيء نطلع على 3 فيس سبلاي اللي بنستعمله. نطلع على بعض الطرقات الاساسيه الموجوده فيه. عندي هون 3 فيسز في بينهم 120 درجه. لو جينا طلعنا هذول رسمناهم كفيزرز. هاي الفيزر الاول راح اسميه ار. الفيزر الثاني متاخر نفس الطول بس متاخر 120 درجه. تذكروا انه احنا بنلف بهذا الاتجاه فريكونسي اوميجا راديانس بير سكند. هذا عندي هون اس بعدين عندي هون تي 120 درجه 120 درجه فار ليدنج اس واس ليدنج تي. هذا هو الفيز فولتج والفرق بين هذا وهذا هو اللاين فولتج. بلون ثاني بحط هون اللاين فولتج. اذا اخذت ار ماينس اس ماينس اس معناها اخذت اكس واس وعكستها بهذا الاتجاه هون رح تصير عندي المحصله هذه عباره هي ايش هذا رح يكون؟ هذا في ار ماينس اس مضبوط لاني طرحتهم كفيكتورز. لما ار ماينس اس هي ار بلس ماينس اس فاخذنا اس وعكسناها وبعدين جمعناها كفيكتور مع ار اعطتني في ار ماينس اس. لو بدي اطلع على في ار ماينس تي ار تي R minus T راح تيجي عندي هون T negative تبع T تقريبا هون بعدين راح يصير عندي وعندي هذا ايش راح يصير؟ هذا V R minus T ونفس الطريقة بقدر احسب V S minus R و S minus T و V T minus R و T minus S. ايش بتلاحظوا بالنسبة ل V R minus T و V R minus S؟ الزاوية بين مين ومين 60؟ بين ار ماينس تي وار ماينس اس. اذا بين ار ماينس تي وار قديش الزاويه؟ 30. اذا هذه 30 درجه وهذه 30 درجه. مين ليدنج ار؟ ليدنج ار اس. نحن عم نلف بهذا الاتجاه، فاذا راقبنا احنا من هون رح نشوف ار ماينس اس بالاول وبعدين ار ماينس تي. اذا النتيجه بنستخلصها انه في ار ماينس اس ليدز في ار باي 30 ديجريز وفي ار ماينس تي لاجز في ار باي 30 ديجري. ايش كمان بنلاحظ؟ الطول ايش بالنسبه للطول؟ ضعفه نفس مش الضعف جذر الثلاثه رح يكون هذا بنجيبه من اي قاعده؟ قاعده الكوساين كوساين فورمولا اذا استعمل الكوساين فورمولا. اذا عندي من ناحيه الاطوال في ار ماينس اس بتساوي جذر الثلاثه في ار في ار ماينس تي بتساوي جذر الثلاثه في ار وهذا بنسميها هذا بنسميه لاين فولتج هذا فيز. اذا لو جينا رسمنا الان تبني 6 بلس ريكتيفاير راح اجيب 6 دايود راح تكون ان كنترول في الحاله هاي في البدايه راح احط اثنين هون زي الفول ويف ريكتيفاير بس راح استعمل ثلاث ارمز. هون راح يجي عندي في ار هون راح يجي في اس هون راح يجي في تي. هذول راح اركبهم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. خلينا نرسم الزوايا بشكل تقريبي بالواي فورمز تبعت هذول الثلاثه. خلينا نفترض انه هذه ار اس راح تكون 1 2 3 4 120 درجة و T
تي راح تكون لاج اس باي كم 120 درجة مضبوط. اس لاج ار باي 120 ديجريز، تي لاج اس باي 120 ديجريز. اذا بعد اس 120 درجة 1 2 3 4 انا هون اخذت كل مربع تقريبا 30 درجة. او تي ليدنج ار باي 120 واضح انه هذا الافضل. يعني تي قبل ار جاي ب 120 درجه او بعدها ب 240. طيب هلا اذا اجينا طلعنا هون هلا مين راح يشتغل بهدول الثلاث دايلوجز في اي لحظه من اللحظات؟ العلويين 1 و 3 و 5. 1 و 4 و 1 ليش 5؟ 1 ايش الكرايتيريا؟ ليش لازم مين اللي راح يشتغل 1؟ حسب حسب الزاويه الموجوده. اذا دائما راح يكون اللي بيكون موست بوزيتيف بواحد او ثلاثه او خمسه راح يكون ذا موست بوزيتيف، وباثنين واربعه وسته مين راح يشتغل في السيرو ذا موست نيجاتيف. اذا خلينا اول شيء نطلع على 1 و 3 و 5. اذا 1 راح يشتغل لما تكون ار مور بوزيتيف ذان اس و تي. خلينا نرسمها هون بالاسود. امتى ار اكثر بوزيتيف؟ لاحظوا هاي الفتره هي ار اللي فيها موست بوزيتيف لانه هون بطلت ار موست بوزيتيف. مين اللي موست بوزيتيف هون؟ بالاس. مين اللي هون موست بوزيتيف؟ تي. إذا بهاي الفترة راح احطها بخط أسود. هاي الفترة راح تكون R. مو شغال. هاي هي الموست بوزيتيف. مين راح يكون شغال وقتها بالفترة هاي؟ واحد. إذا خلينا نحط هون خط وننزل خط من هون. وننزل خط من هون. خلال الفترة هاي راح يكون شغال واحد. مين الموست نيجاتيف بالفترة هاي؟ اول شيء الاس وبعدين تي. اذا لمده 60 درجه هاي قديش الفتره كلها؟ 90 لا 120 120 120 راح تتكرر مره ثانيه. اذا خلال الفتره هاي اذا خلال اول 60 درجه من هذول مين الموست نيجاتيف؟ اس. اذا راح احط انا هون وبعدين هون مين صار الموست نيجاتيف؟ تي. اذا هاي الموست نيجاتيف هون تي والموست نيجاتيف هون اس. إذا خلال الفترة هاي ننزل من هون، مين لازم يشتغل هون؟ أربعة. إذا بالفترة هاي بال 60 درجة هدول اللي هي من الفترة هاي للفترة هاي، والأوتبوت إيش راح يكون؟ اللي بشوفه هون إيش راح يكون؟ أي فولتج؟ مين اللي شغال عندي فوق؟ واحد. إذا مين اللي طالع فوق أي فولتج؟ واحد. واللي تحت مين طالع عندي؟ إس. إذا راح يكون الأوتبوت R minus R minus S. So R minus S ايش قلنا عنه؟ ليدنج R باي 30 degrees. وقديش الامبليتيود تبعه؟ 3. اذا R minus S راح يكون ليدنج R باي 30 degrees. هي 30 degrees حطه بالاسود هون. واكبر من R بمقدار 1.7 تقريبا اللي هي جذر الثلاثه. يعني راح يكون عندي 1 2 3 هون راح يكون البيك تبع R minus S. والطول تبعه راح يكون 1 2 3 بدي اضرب 3 في 1.75 تقريبا راح يصير عندي هون اكثر شوي. اذا خلال الفترة هاي خلال فترة ال 60 درجة هذول هون مين راح يكون الاوتبوت عندي؟ في ار ماينس اس اللي هو ار هذا ماينس اس. لاحظوا ار ماينس ايش؟ ماينس سمثينج نيجاتيف. فشو بصير كانه؟ بنجمع مش هيك؟ فكانه هي الفرق هذا لهون من هون لهون هو راح يصفي عندي هون في ار ماينس اس. طيب نعم بالنسبه للصفر وين الصفر؟ انا ما ذكرته بالنسبه للخلايا بالنسبه للصفر يعني هون بالنسبه لهذا راح يصير مش بالنسبه لنقطه الستار تبعت هون راح يصير عندي في ار ماينس اس هذا هون راح يطلع عندي الاوت. ولمده قديش هاي الفتره؟ 120 لا هاي 60 الاولى لسه 60 الثانيه ما عالجناهاش. ال
الستين الثاني مين الموست نيجاتيف؟ تي تي وين تي؟ 6 6 اذا هون راح يشتغل عندي 1 و6 كمان لفتره 60 درجه، مين لازم يطلع هلا؟ هون بضل يطلع عندي ار بس هون مين بصير يطلع عندي؟ تي تي اذا بصير ار ماينس تي، ار ماينس تي ايش بالنسبه لار؟ لاجين لاجين باي 30 ديجريز، اذا بكون عندي لاجين باي 30 ديجريز 1 2 3 راح يكون تقريبا هون وبعدين عندي 1 2 3 لاجين باي 30 ديجريز. هاي بس يخلص هذا من هون وين راح يروح عندي؟ لمده قديش؟ 60 درجة 60 درجة. فصار عندي هلا هذا لمده 60 درجة وهذا لمده 60 درجة. طيب طلع هلا مين ايش صار عندي النقطة؟ صار في تغير جذري هون، مين اللي بطل هو ذا موست بوزيتيف؟ ومين صار ذا موست بوزيتيف؟ بس نحط هون خط اسود عليهم الاثنين على هذا. طيب مين ذا موست نيجاتيف؟ اول شيء تي لمده 60 درجة بعدين بعدين اذا خلينا ناخذ اول 60 درجة مين راح يشتغل فيها هلا؟ ما دام اس اشتغل هو صار ثلاثة اذا ثلاثة راح يشتغل هون وثلاثة راح يشتغل هون مين راح يشتغل بالنيجاتيف بالاول؟ اول هذا ستة وبعدين راح يطفي ستة مين يشتغل محلهم؟ الاوتبوت هون ايش لازم يكون الان؟ اذا ثلاثة شغال مين راح يطلع عندي هون؟ اس وهون؟ تي تي اذا هذا ايش راح يصير؟ اس ماينس ماينس تي لمدة 60 درجة بس هي 60 درجة هي 60 درجة 1 2 وهذا راح يكون اس ماينس تي تمام هلا هاي ليدنج خلص انا راح احطه هون بس هو احنا عارفين مضبوط هلا اس ماينس تي وين راح يكون؟ اس ماينس تي راح يصير عندي اس وراح اعكس تي من هون وراح اخذهم هيك وهي ليدنج اس مضبوط؟ ليدنج اس باي 30 ديجريز اللي هو هذا راح يصير عندي هون وبعدين راح يصير عندي اس ماينس ار فهون راح يصير عندي اس ماينس ار بلاحظوا اس ماينس ار راح يكون لاجي اس باي 30 ديجريز من هون لما بحسبه وهاي عندي هون كمان 60 درجه وهذا راح يكون هي اس ماينس ار وبنفس الطريقه راح نكمل مين هل راح يصير عندي تي تي ايش راح يشتغل عندي هون تي مع الار تي مع الاثنين مش هيك وبعدين هذا لمده 60 درجه وبعدين راح يصير عندي 5 مع مين؟ 5 و 4 5 و 4 بدها تصير مع اس صار مع 4 بتصير 5 مع 4 وبعدين برد برجع وين؟ مرة ثانية 5 مع 4 1 مع 4 لأنه هاي النقطة هي نفسها صارت هاي النقطة هاي كلها صارت 360 درجة هاي عندي 60 وهاي عندي 60 هون هاي صارت 5 4 هون راح يصير عندي اس ماينس ار هلا راح يصير عندي تي ماينس ار وبعدين راح يصير عندي تي ماينس اس ويكمل بنفس الطريقة كم بلس عندي هي 360 درجة؟ 6 بلس من هون، قديش الفريكونسي تبعت الريبل هذا؟ 50 لا الجذر ال 6 تكون 6 لا الفريكونسي 6 اضعاف 50 او 6 اضعاف الفريكونسي مش هيك؟ نحن 6 بلس هلا في عندي دي سي فيها وين تقريبا الدي سي راح يكون الافرج؟ تقريبا هون هلا بنحسبه بنحسب الفورمولا تبعته لانه راح يكون ما بين القيمة هاي والقيمة هاي الدي سي لكن في ريبل الفريكونسي تبعت الريبل هاي 300 هرتز اذا كان الاصلي دائما 50 هرتز نعم دائما بطلب السكن بالفريكونسي يعني صحيح صحيح لانه هون عندي 6 بلس اللي هو من اسمه هذا بي هون بالحاله هاي ايش؟ 6 بي 6 بلس